أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه، ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام، وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة، المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها: إن للموت لسكرات. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر في ساعة الموت. لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت، قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم، لن تحاسب عن مجموع المسلمين. أنفذ أنت بريشك، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. أيها الإخوة، هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح.